شكل واتعمل عقد ما بين المخطوبين يكتبوا فيه الشبكه والهدايا. الشبكه ماشي لكن الهدايا لا، علشان الشبكه تبقى بتاعه العروسه لكن الهدايا لا، دي هدايا. حلو الكلام ده، فكره كويسه عشان لو حد مثلا حب يسيب التاني يعرفوا كان في ايه ويرجعوها. بصراحه يعني لازم يتكتب كل حاجه عشان بيفتكروا الوحش بسرعه وينسوا الحلو على طول. لا طبعا، لان الشبكه اولا بتبقى هديه من العريس لعروسته، بتبقى يعني هو كمان بتبقى على قد امكانياته يعني، والهدايا هدايا جت في وقت مناسبه او حاجه، يعني عيب انها تترد او عيب انها تتكتب في العقد. لا الشبكه ده 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 شيء قامن لكل الناس والعرف، ان الشبكه بتتكتب الذهب او اي شيء بيتكتب، واخد بالك من اي، لكن موضوع الهدايا ده ما صراحه ما تتكتبش يعني. اعتقد لا، مش حاجه حلوه. امتى نعاقب الشخص اللي فسخ الخطوبه؟ لما يكون عمل كده بمزاجه يعني، من غير سبب سبب حقيقي يعني. لو هو ندل يعني، لو هو ندل مثلا استندل مع خطيبته او عمل حاجه مش كويسه وفسخها من هو يعني غير ما يرجع لها، يبقى حاجه وحشه منه. اعتقد لو هي جايه عليه مثلا او ظلمته او حاجه زي كده، فممكن دي فعلا تبقى تستحق تتعاقب. لا بدون عقاب ولا حاجه، طالما الموضوع الود خلص خلاص كل واحد يروح لحاله يعني. لو هو فعلا ظلم البنت او جه عليها او يعني ادعى فيها حاجه مش موجوده، الاهانه مثلا او انه مد ايده، لا هو توصل الموضوع لخيانه. اذا تعدى حدوده ودخل في حرمات ودخل في مواضيع صعبه، لا ده كده في عقاب. لو حد من المخطوبين شوه سمعه التاني او اهله، نعاقبه ازاي؟ قانون. انا هنعاقبه ليه؟ احنا كده هنرد الوحش بوحش، يبقى احنا ندعي عليه تمام ونسيبه على الله بقى. بالتجاهل يعني، ف والنجاح يتأدب بالذهب اللي جابه، سواء ب 50,000 100,000 200,000، يتأدب بالذهب اللي جابه. لا شرطه على طول طبعا، يتبلغ عنه ويتاخد حقها قانوني. في قانوني هو اللي يقول، مش الاشخاص يعني، مش احنا اللي نحكم. ملهاش عقاب، دي هتبقى عند ربنا بقى يعني، ربنا هو اللي يعني يجيب لها حقها. في القانون يبقى مثلا في عقوبه مثلا مدتها سنه او حاجه على تشويه السمعه. ان هو يدفع مثلا مبلغ مالي. ياخد الشبكه. لو حد فسخ الخطوبة، الشبكة تروح لمين؟ للعريس. للي جابها؟ للعريس طبعا. بتروح عند الست على طول. مش كل واحد هيروح لحد بيته بذهب، هي تفسخ تاخد الذهب، يبقى تجرة. ان انت مثلا لو انت الغلطان، يبقى الشخص التاني بصراحة هو اللي ياخد الحاجة. وغالبا للعريس في كل الحالات عشان هو اللي شاريها. لو هو اللي فسخ توديها له برضه. تقسم بالنص. هي الشبكة مش بتاعته، ترجع له. الطرف اللي فسخ يبقى ملوش حاجة يعني.